ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجوزاء اليوم الاحد الموافق 15/10/2023. عندك تسرع واضح جدا يا جوزاء في اتخاذك للقرارات، وده ممكن ما يفيدكش. حاول انك تتحلى بالهدوء اكتر، وتتجنب انك تدخل في اي مشاكل، وتتعاون مع زملائك بشكل كويس. هتقدم خطط سنوية كتير هتخليك بتحصل على مكانة كويسة جدا في شغلك في الفترة دي. النهاردة امولك المادية في ارتفاع الحمد لله، هتلاقي نفسك بتاخد قرارات مالية ذكية جدا، وهتستمتع من خلالها بثمار لشغلك. بس حاول تتأكد من انك بتحافظ على تركيزك، ما تخليش رغبتك في انك تحصل على ممتلكات مادية اكتر تقلل من تركيزك واستمراريتك. هتفتكر دايما ان الثروة الحقيقية بتكمن في العلاقات والتجارب اللي بنشاركها مع الاشخاص اللي حوالينا. في تبادل واضح جدا للهدية والكلمات الطيبة مع حبيبنا وشريك حياتنا. هنتجنب بس الاحاديث اللي ممكن تأخر العلاقة وتدهورها. في اثار كتير لمشاكل ما بيننا وما بينه، لكن هنبتدي نعيش حياة هادية مستقرة. بس هنبتعد عن كل السلوكيات اللي ممكن تسبب لينا تأخير في الصحة، وهنتناول شوية مكسرات تساعدنا عشان نحافظ على ذاكرتنا، لكن ما نفرضش في اننا نتناولها علشان ما نصابش بالسمنة. النهاردة هيبقى مجموعة قرارات مرتبطة بالشغل قدامك، بس حاول انك تفكر بشكل كويس وتتخلص من كل الملل والكسل عشان تعرف تستعيد نشاطك مرة تانية.